خيالنا. لأن كل الأشياء دي بتؤثر في العلاقات، العلاقات الاجتماعية في الوطن الكبير. أستاذ أحمد تكلم عن وحدة نسيج اجتماعي مترابط في وطن كبير، إلا أنه المؤثرات الخارجية من وضع اقتصادي وسياسي وغيره هي بتؤثر سلبا على هذه العلاقات. إحنا مباشرة هنتجه للبرداب، وحدة النسيج الاجتماعي في غرب كردفان، نشاهد هذا التقرير ومن ثم نرجع معكم. ماء الخور يتدفق ليجلب الخير، والخور في اللغة المحلية هو المجرى المائي الموسمي كهذا الذي يمثل أمامنا والذي يحيط بهذه المنطقة الواقعة غرب مدينة كادوغلي، وتعرف بالبرداب أو برداب أو البرد داب. والاسم كما يقول أهل المنطقة مشتق من البرد أو البرودة، إذ اشتهرت المنطقة بطقسها البارد والذي يرده الكثيرون إلى وجود هذا الخور. وقرية البرداب من الداخل لا يختلف طابعها العمراني عن طابع كل القرى في ولاية جنوب كردفان المبنية من المواد المحلية التي تقاوم الأمطار التي تهطل على مدى 6 أشهر من العام. غير أن ما يميز البرداب وجود انصهار بين قبائلها التي تمثل سودانا مصغرة. هذا التنوع القبلي انعكس إيجابا على وحدة النسيج الاجتماعي الذي ظل متماسكا حتى في زمن الحرب، لتكون البرداب ووفقا للمصادر المنطقة الوحيدة في الجزء الجنوبي من جبال النوبة التي لم يتمرد أبناؤها مطلقا. وحدة النسيج الاجتماعي في قرية البرداب يعكسها تجمع هؤلاء النسوة، وقد تعودنا على هذا التجمع خارج الحي وتحت تلك الشجرة للقيام بأعمال الطبخ في كل مناسبة يحل فيها على البرداب ضيوف. الشروق الفضائية كانت الضيف احتفى به والذي قمنا هؤلاء النسوة بتكريمه. الأرز والدجاج طعام مفضل لدى أهل البرداب، يخصون به الضيفة دلالة على مكانته في نفوسهم. مظهر آخر من مظاهر التمازج بين مجتمع قرية البرداب والقرى المجاورة تعكسه هذه المدرسة التي أسست عام 54 900 وألف، وتخرج فيها الآلاف ممن تبوأوا مناصب مرموقة في دولاب العمل في بقاع ومواقع مختلفة من السودان. ولعل الواضح أن المدرسة لم تتأثر كثيرا بنوائب الدهر رغم أنه أكل منها وشرب. وقرية البرداب تتوزع بين 10 أحياء تحمل معظمها أسماء لقبائل كحي السلامات وحلة فور وحي برقد وحي برقو والهوسة. المهتمون بالتاريخ يردون هذه الأسماء إلى أن معظم قبائل البرداب تعود جذورها إلى دولة مالي. الغالبية العظمى من سكان قرية البرداب يمتهنون حرفتي الزراعة والرعي، فقد كانت مساهمة البرداب كما يقول أهل الزراعة قيمة في مؤسسة جبال النوبة الزراعية، خاصة محصول القطن. وأما النشاط الرعوي فيتمثل في رعي الأبقار، حيث تظل حركة الرعاة دائمة حول القرية لوجود مصادر المياه والعشب والكلى، وقبل ذلك كله توفر الأمن. فالراعي هنا لا يخشى حتى من الذئب على غنمه، فبدلا من أن يحمل كغيره من رعاة ولاية جنوب كردفان بندقية أو عصا، تراه يتغنى بالربابة. هنا يكمن السر وتتجلى صور التقى والتضرع والتقرب لله رب العالمين. إنها خلوة الفكي موسى، والفكي موسى اسم ارتبط بالبرداب فارتبطت البرداب به. ومن يأتي البرداب ولم يزر خلوة الفكي موسى فلم يزر البرداب. بل إن الكثيرين من أغاصي السودان ومن خارجه يأتون
خصيصا لزيارة هذا المكان الذي تتنزل فيه السكينة والأمان، فظلت البرداب محمية بفضل الله وعمل عباده الصالحين طوال زمن الحرب. وهكذا تسجل البرداب صفحة ناصعة في سفر تاريخ ولاية جنوب كردفان، وليكن عزم أبنائها كيفية الحفاظ على هذا الموروث وبناء مجد يسمو بسيرة المنطقة العطرة.